Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio station. السلام عليكم متابعين قناة طبوس. مواجهة اليوم سوف تجمع بين الذئاب، هذه الحيوانات القوية الفتاكة التي لا تخاف ولا ترحم أحدا، والتي دائما تهاجم في مجموعات، في مواجهة كلب الماستيف، وهو كلب ضخم كثيف الشعر من سلالة قديمة ويعرف أيضا بأسد الكلاب نظرا لحجمه الضخم وقوته الهائلة. وبداية بهذه المعركة التي جمعت بين كلب ماستيف وقطيع من الذئاب على أحد الغنائم. وهنا في هذه اللحظة تظهر مدى قوة كلب ماستيف، ولكن وكما معروف على الذئاب هي لا تستسلم بسرعة. وفي الأخير نلاحظ أن كلب ماستيف قد تفوق على مجموعة من الذئاب. والآن مع معركة أخرى، انظروا إلى مدى قوة تدخل كلب ماستيف. وأخيرا المواجهة الشرسة بين كلب ماستيف وقطيع من الذئاب. نلاحظ هنا أن ذئب آخر هاجم كلب ماستيف من الخلف، لكن كلب ماستيف يمتلك قوة تحمل كبيرة. في الأخير أشكركم على حسن متابعتكم. إذا كنت غير مشترك في القناة فلا تنسى الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم.